بالراية الركوية إلى عين غنجة. برنامجنا يرتكز محوره هو الإنسان. إذا ما أصلحنا الإنسان من خلال التعليم ومن خلال الأسرة ومن خلال دور المسجد ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال التكوين ومن خلال التكوين المهني والتكفل بالشباب والتكفل بالنساء والتكفل بكل فئات المجتمع، إذا ما اهتمينا بالإنسان وحاولنا أننا نوفره كل الأجواء اللي تخليه إيجابي تجاه الوطن تاعه، فإنه يكون صالح ويعطيه فرصة. هو اللي يصنع الفرصة. الفرصة يا إخواني قادرة تجي، ولكن صناعة الفرص هي صناعة تنطلق من الذكاء والعبقرية تاع الإنسان. ولذلك احنا برنامجنا برنامج فرصة يركز على الإنسان من أجل جعل هذا الإنسان محفوظ الكرامة ومحفوظ الدور، متكفل به صحيا وعلميا وطبيا، متكفل به اجتماعيا، ونساء يكون عندهم دور في إطار الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وكل فئات المجتمع تكون متكفل بها. هذا هو دورنا وهذا هو برنامجنا برنامج الفرصة يا إخواني. ثم بعد ذلك برنامجنا يرتكز على بعد اقتصادي اجتماعي حر، بمعنى أن اقتصادنا اللي يكون في البلاد هو اقتصاد قائم على الحرية، أولا على حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية الاستيراد والتصدير مع الضغط، وعلى حرية الإنتاج، وحرية إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة، على الحرية أساساً، ثم على العدالة الاجتماعية. الثروة لازم تقيس كل أبنائنا، وكل مؤسساتنا لازم تكون ملك لكل الجزائريين. أبناء الشباب، احنا قلنا واحد العبارة حاولوا يجعلوها منا من خطابنا، على أننا وكأننا احنا رانا ضد الشباب وضد منحة البطالة. احنا قلنا أننا نحول منحة البطالة إلى منحة إدماج، ولازم المؤسسات اللي شبابنا البطال اللي ياخذ هذه المنحة لازم يكون مربوط بمؤسسة اقتصادية، مؤسسة تخليه وتحرر له منصب عمل في المستقبل، باش يولي عامل ويولي موظف ويولي نافع، ما يبقاش فقط عايش على تلك المنحة لأنها ما توفرلوش الحياة الكريمة.